اسالك سؤال غريب شويه. شفت كل الارقام اللي انت قلتها دي؟ لو انت حضري ما لعبتوش اهلي وزمالك. بس انا ما لعبتش، انا ما طلعتش، كنت بلعب في الاهلي ولا في الزمالك. فوق انا ما قلتش طلعت، انا قلت لعبتوا اهلي وزمالك. كنت هتبقى نفس الجماهيريه؟ اعتقد. قول لي، قول لي يا كابتن سيف ليه بتسال السؤال ده؟ على فكره مش عيب انك تسالني واجاوبك وتستفيد. اتفضل يا كابتن سيف. قول لي ليه؟ ليه بتسال السؤال ده؟ نجوم كتير بجد، اساطير برضه. معاهم ارقام كبيره برضه زي حضراتكم. بس ما لعبوش اهلي وزمالك. صحيح. ما خدوش الجماهيريه دي. طبعا اكيد النادي الاهلي ونادي الزمالك واكيد قبلهم الاسماعيلي. انا بتشرف ان انا لعبت الانديه دي كلها، ويمكن الحضري نفس الحكايه. يعني في لعيب بصراحه كنت اتمنى وهو قاعد معايا، بتمنى ان الزمن يرجع ويلعب اهلي وزمالك. لو قلت لي مين ده تبقى انت عالمي. هو في لعيبه كتير. انا بتكلم على واحد. حسني؟ يعني حسني اكيد واحد منهم، بس حسني لعب اسماعيلي برضه، يعني عنده برضه جماهيريه. طيب عبد الظاهر السقا. طبعا. وعبد الظاهر طبعا. من عبد الستار صبري مثلا. طبعا. وعبد الستار طبعا. لا في اسامي كتير. هو طبعا الاهلي والزمالك اكيد مليون المية بيفرق مع نجوميه اللاعب، بالاخص لما تلعب هنا طبعا في مصر وكده. واعتقد ان هي في وقت من الاوقات فادتني، يعني في وقت من الاوقات فادتني بشكل كبير، لان هي كمان في وقت من الاوقات حصنتني انا شخصيا. يعني انا مثلا افتكر يا سيف في 2006 وانا بلعب، انت كان الاعلام كله ضدك، النقاد كلهم شايفين ان لا خلاص بقى، يعني كفايه بقى لحد كده، الجيل ده بتاع كابتن الجوي بقى خلاص يبطل. الـ 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 ليه؟ لان الانتماءات كانت وقتها ابيض واحمر. المحبين لنادي الزمالك والنقاد والاعلام مش عارف ايه، عايز لعيبه الزمالك تلعب، والناحيه الثانيه عايز الاهلي يلعب. وانا وقتها كنت محترف بقى مصر وكده. ده كان 2006 وانا لسه في بدايه الثلاثينات، يعني اللي هو في البطوله دي الحمد لله انا قدرت ان انا اخد احسن لاعب في البطوله. تخيل انت بقى في 2010. انا كنت وقتها موجود في النادي الاهلي، وانا مسافر البطوله وانا عندي 35 سنه. كل اعلام مصر كله المحنك، القائد، الصقر، مش عارف ايه الكلام ده كله. والله صح. ان الناس بتساندك رغم ان بعد 5 سنين، فالناس شافت انك انت لا دلوقتي. طبعا اكيد الاهلي والزمالك بيدوا حمايه وبيدوا قوه وبيدوا جماهيريه بشكل اكبر. وعشان كده انا حتى لما في وقت من الوقت قلت لا انا خلاص لازم ارجع من الاحتراف عشان اعمل تاريخ داخل مصر، وبالتحديد طبعا كان النادي الاهلي. انما هرجع تاني لقصه، يعني ايه الحته دي بقى؟ البدايه على فكره. البدايه انا قلت لك انا ما كنتش لاعب اهلي، ما كنتش لاعب زمالك. لا انت قلت البدايه واكيد كان النادي الاهلي. لا لما رجعت. لما رجعت بقى 2008 استعملت الجماهيريه من الاهلي والزمالك ولا من الاهلي اكتر؟ لا من الاهلي اكتر طبعا. يعني من الاهلي اكتر، لاني يمكن انا حققت نجاحات كتير مع النادي الاهلي وحققت بطولات كتير مع النادي الاهلي. ولما رحت الزمالك ما خدتش الوقت الكافي، لان طبعا انت عارف وقتها كانت الاحداث اللي حصلت بقى، وان الدوري وقف وما كانش بيستكمل، ما كناش بنلعب طول الوقت والدنيا يعني. انما قبل كل ده انا الحمد لله، الحمد لله فضل من ربنا سبحانه وتعالى، فضل من ربنا سبحانه وتعالى، ان انا بحظى بحب واحترام الجميع. لاني دايما حتى الناس كلها بتحسبني على المنتخب، يعني دايما الناس بتفتكر احمد حسن لاعب المنتخب. طبعا انا يمكن مع النادي الاهلي حققت نجاحات كتير وبطولات كتير، انما دايما الناس هي شايفه ان حتى انت في وقت من الوقت انت بتقعد تقول لي انت، انا مش عارف حاسبك على مين. فهو يعني تمتلك الشجاعه انك تقول لي انك نزلت في ماتشات قريب الملعب من فترات كده وانت قلقان من رد فعل، ولقيت تحيه من الجمهورين فتهت وقمت ماشي؟ لا هو اكيد طبعا امتلك الشجاعه، بس هقول لك انا هو والله العظيم. بص حضري نزل الملعب كويس، هو انا فاهمه، انا احمد عشره معايا سنين يعني، فنزل فميل شويه، هو ماشي في النص فلقى جمهور الزمالك، فراح شويه شمال فراى جمهور النادي بيهتف له، جمهور الاهلي بيهتف له، فقام قصدي فقام باصص يمين وبعدين عمل لهم كده وقام طالع. فبعد ما طلع قلت له يا عم، قلت له ايه اللي انت فيه ده يا عم؟ ما تكلف نفسك تروح للجمهور. اصل شجع هنا، شجع هنا. لا انا قال لي بصراحه انا يعني الاستقبال مختلف. انا كنت موجود بصفه يعني بصفه رسميه شويه، لان انا كنت الامباسدر للاتحاد الافريقي وقتها، وكنت انا حتى والحاج ضيوف، وكان ابو ديوه كنا موجودين. فاحنا نازلين، هم يعني نزلنا احنا في نص الملعب وكده. بصراحه هو جمهور الاهلي النادي اكتر. وانا ماشي في النص، فبدات ان انا ايه، طب شويت من بعيد يعني، شويت ما رحتش الناحيه الثانيه.
ما كانش بنفس شكل يعني اللي هو فوقتها انا بقيت مش عارف يعني وانا انا جاي يعتبر محايد يعني لدرجه عفوا انا كابتن حضر قال له يا عم ايه الارنانه اللي انت فيها دي؟ لا لا إيه مش يعني لا لا وانت عامل كده مطروح للناس والله 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 بس عشان اليوم ده شويه كنت حاسس اني مش عايز يعني انا جاي بشكل حيادي انما طبعا اكيد انا بحترم جماهير النادي الاهلي واي حته بروح فيها